صح، يبقى كابتن علاء هتعمل اعاده تقييم للفريق ككل. اكيد، ما دي فرصه عناصر الفريق، دي احسن فرصه تشوف كل بقى الناس كبار وصغارين، واللي هيقدم مش بيقدم، واللي عندك واللي عندك طبعا كله واخدين راحه اعتقد، والاعارات الناس طبعا. اللي واخده راحات دي استهلكت تماما وكلهم نجوم كبار، وما اعتقدش فيهم طبعا فمش فيهم مشكله، لكن دول اكيد موجودين. انت دلوقتي في فتره، انت في فتره الناس اللي معاك الناس اللي قدامك الاعارات زي ما كان قاعد بيتكلم، والناس اللي بتلعب دلوقتي والناس اللي كانت مصابه بتاخد فرص. ومحترفينك ومحترفينك دي تحط تحتها مليون خط، ان هم دول محترف يعني اضافه. المحترف اللي قصدك اللي هو قادم من الخارج يعني. من الخارج اكيد طبعا، يعني لانك انت بتجيب لعيب من الخارج، انا ما بجيبش لعيب زي اللي عندي، لازم يعمل اضافه طبعا، لازم يبقى احسن من هو مش زي اللي عندي، زي اللي عندي ما لزمنيش، لا انا بجيب لعيب احسن من اللي عندي هيضيف لي حاجات كتير قوي. ما يكونش اللي عندك احسن منه خالص، ما انا جايبه ليه؟ يا اما هيضيف لي حاجه فنيه وهيلعب، وحتى اما اجي اعاده بيع او بيعه اكسب. على فكره ده المبدا بتاع ان انا اجيب لعيب محترف. العالم كله شغال بكده، عند لعيب محترف هايل بيكسبني وفورمه هايل وعامل فرق معايا جامد جدا. هو انا ممكن اجيب لعيب محترف من الخارج يقعد بديل؟ اما انا جايبه ليه؟ لا انا بفرجه على البلد؟ لو فرجه على البلد اعمل له عزومه اسبوع واوديه هنا وهنا وهنا وخلاص. لا طبعا أيمن. لا طبعا اكيد أيمن. لا يعني بعد اذنك علاء اتفضل. هو اساسا المحترف لازم يلعب طبعا، بس هفترض ان انا جبت خمسه على الاقل اربعه منهم يبقوا في الملعب، وواحد مثلا يبقى مؤثر لما بينزل، يعني يبقى ليه دور، يبقى ليه دور، مش انه محترف يصنع الفارق، وكمان اقل من الموجود عندي. يعني على الاقل زي ما علاء قال، اذا ما كانش اعلى يعني مثلا مركز انت عايز فيه تنافس شويه يبقى يكون زي، لكن مش اقل من اللي عندي وما يبقوش لازم. مش هتجيب لعيب واحد، لا انا بتكلم على لا ده بقول لك لو انت جبت اربعه خمسه مثلا يبقى على الاقل لو مثلا 3 4 جامدين يعني في الملعب، ولو في واحد يعني منهم بديل لا يكون قوي، يا اما ينزل الشوط الثاني ياثر يصنع الفرق. ده مصلحتنا يعني.